الله أكبر. رغم وجود اللجنة الدولية في هذا الحي، الله أكبر. علامات استفهام كثيرة طالت وتطال عمل بعثة المراقبين العرب، سيما وأن الشارع الثائر سبق وأعلن أن هذه البعثة لم تقدم له إلا مزيدا من الموت والقتل بدم بارد، في الوقت الذي اعتبر فيه ناشطون ومعارضون أنه يتوجب على الجامعة العربية أن تكون أكثر جدية ومسؤولية في التعاطي مع الدم السوري المسفوك وعلى مرأى من أعضاء بعثتها. التململ من أداء اللجنة لم يقتصر على الشارع السوري فحسب، بل دوليا كذلك. فتصريحات ألان جوبي وزير الخارجية الفرنسي طالبت بتوضيح الشروط التي تجري بها مهمة المراقبين العرب، حيث لم يخفي شكوكه حول هامش الحرية الممنوحة لأعضاء البعثة في التنقل والمتابعة والمراقبة على الأرض السورية، محذرا من خداع النظام السوري لهم عبر مسرحيات تنفذ ميدانيا بواسطة أنصاره، وبالتالي دفعهم لكتابة تقارير غير حقيقية عن الجرائم والعنف الحاصل. الموقف الأمريكي أيضا بادر الفرنسيين شكوكهم، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون أن النظام السوري غير جدي في التزامه إنهاء العنف والمظاهر المسلحة وسحب الجيش من المدن، وفي هذا رسالة واضحة حول أداء مراقبي الجامعة العربية. عمره 4-5 سنوات أمام اللجنة الدولية. انظروا. قرابة 10 أيام على بدء عمل المراقبين العرب، بينما عداد الموت يواصل حصد المزيد من الأرواح. النقمة الشعبية والتشكيك الدولي كلاهما غير قادر إلى اللحظة وقف آلة القتل اليومية، وإزاء ما يرتكب من مجازر باتت الحالة السورية تتطلب أكثر من تشكيك أو تصريحات ملتبسة. يقول الناشطون على الجامعة العربية والمجتمع الدولي أن يتوقفا عن لعبة الكراسي وأن يعلنا موقفا مسؤولا يسهم دون رجعة في وقف الكارثة الحاصلة. فالدم السوري ليس كرة يتقاذفها هذا أو ذاك.